عليكم. انا كمواطن مغربي جيت اليوم باش ندلي بالصوت ديالي اللي هو كواجب وطني اي واحد اللي خصو يدلي بالصوت ديالو باش نختاروا الناس اللي يستحقوا يطلعوا يمثلونا احسن تمثيل. ودابا المكاتب راه باقا محلوله حتى الساعه 7 ان شاء الله. نتمنى كلشي يحضر ونتمنى ان شاء الله باش فرز الاصوات يتم بطريقة نزيهة وبطريقة احترافية إن شاء الله. والسلام عليكم. وطني تتح لنا هذه الفرصة باش ندلو الصوت ديالنا، وبالفعل راني صوت على الناس اللي تنعتبرهم قراب ليا فكريا واللي تنضامن معاهم منذ سنوات، والحمد لله حنا أدينا الواجب ديالنا الوطني. نتمنى هاد الناس اللي صوت عليهم هما اللي وصلوا لهذا المنصب اللي حنا علاش صوتنا، ويأديوا الرسالة ديالهم كيف وعدونا فيها في الانتخابات.